مساء الخير عليكم. النهارده عايزين نتكلم عن كونسبت ومفهوم مهم جدا جدا في كل العمليات الجراحيه، مش بس عمليات السمنه المفرطه. الكونسبت ده اسمه patient education، او قد ايه محتاج ابقى عارف من المعلومات اللي ليها علاقه بالحاجه اللي انا هعملها. يعني في انواع كتير قوي من العمليات، وفي حاجات بتتعمل للسمنه الموضوعيه وحاجات بتتعمل للسمنه ككل. انا هعمل ايه؟ أني فيهم وليه؟ وليه اخترتولي الحاجة دي مش حاجة تانية؟ وبعد العملية هل وارد يحصل مضاعفات حتى لو نسبتها 0.5%؟ ادوني فكرة أبقى فاهم عشان حتى أعرف أساعد في إن الحاجة دي ما تحصلش. فلازم لازم لازم تاخد من وقتك، وجراح بتاعك ياخد من وقته، عشان نقعد نتكلم ونفهم إيه اللي هيحصل بعد العملية، إيه الميزات للعملية دي، إيه العيوب للعملية دي، ايه اللي ممكن يحصل وازاي نتجنبه وازاي نتقيه. عشان كده يا جماعه لما ناس بتكلمني في التليفون وتقولي انا جاي من سفر وعايز اعمل عمليه بسرعه وارجع اسافر، مفيش مشكله خالص، لكن في الاخر على الاقل نتكلم شويه في التليفون، نتكلم وقت كويس نقدر نفهم وانت تفهم وتبقى متحضر ومستعد لكل حاجة هتحصل في العملية وبعد العملية. مش بطلب منك تعرف التقنية الجراحية ولا اي حاجة، لانه في الاخر مش ممكن كل السنين اللي احنا درسناها دي هتقدر تتلخص لك في دقيقتين ثلاثة، بس بطلب منك ان انت تبقى فاهم ولو فهم عام للقصة. شكراً.